السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الابرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي معنا ديزابوني، نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زاد، قناه اللي غادي نتكلموا على امر تكلمنا عليه ورانا فيه اليوم. علي باش نقول لكم، وين قلنا لكم باللي شفت الناس ضحكوا عليا من قلت لكم باللي عند باللي راه كسموه زاتشي حط الاستقاله تاعو، راهم ومن بعد قلت لكم باللي راهم مجمدين له المهام تاعو. الحمد لله يا ربي كلش بان، روحوا شوفوا راهم يحضروا فيها. وين فانيك كاين بيان واحد برك بنقوله، انا كانوا بيراطين الفيسبوك تاعي حتى البارح في الليل باش رديته، حتى البارح في الليل باش رديته بيراطين، ولاو يرسلوا لي واحد المنشورات فيه، شفت الناس يعايروا من هنا. وكاين اللي جات لهنا وريت له، قلت له والي شاو انا ولا تعز، قالوا لي شو بينا شاو، قلت له مالك، ها شوف شفتهم راهم كومونتين ينبهوا في الناس بلي ودي ماشي شوبير. الحمد لله يا ربي الناس كاين اللي فاق، كاين اللي يفيق، كاين اللي يفيق، كاين اللي يهدر معايا نقول له ها كيفاش ها كيفاش. الحمد لله قاعدين في القهوه فاني جماعه جاو قالوا لي، قلت لهم ها ولا البورتابل محطوط، اقعد كل 3 دقائق 4 دقائق ولا يدخلوا منشور، كل 3 دقائق 4 دقائق دخلوا، انا ماشي مسؤول عليا، انا مديكلاري بالفيسبوك تاعي عند لابوليس، مديكلاري بكلش. اللي راه يدير غادي يغبن غير روحه، اللي راه يدير منشور راه يقيس لي المنشور عندي يغبن غير روحه، انا راني مديكلاري، راني كيما يقول لك راني محصل روحي منها، انا ماشي مسؤول على اي حاجه راهي تصرا في الفيسبوك. خاطر انت راك ترسل بصح، انا بصح كاين الناس داروا علم، يعرفوا كاع مين خرجت مين جات مين، يعرفوا كلش. والناس اللي ولاو يعايروا فيا وكلش، ربي يسمح لكم، خاطر الله يسمح لكم كما يقول لك بنادم مسامح، الله يسمح لكم. الناس اللي عايرونا في الفيسبوك انت منا انت منا انت منا، الله يسمح لكم والله ما نحوس، خاطر على حاجه مشي انا درتها، كون انا باغي ندير انا نواجه ديريكت، نهدر ديريكت، انا نهدر ديريكت هاكا فيسبوك، نحط اليوتيوب تاعي ونهدر نورمال، ما حاجه كي تكون في راسي ونكون قانع بها نهدرها، وراكم تعرفوني كي داير، نهدرها ديريكت ما على باليش. خاص نعرف باللي من كي نكون عارف باللي حاجه فايده من على شهرين على 5 سنين على 4 سنين نهدرها، نعرفها باللي فايده نهدرها، والله نهدرتها. هذه اللي نقولها لخوتي. نعاودو نولو نتكلمو على عنتر يحيى، على وليد صادي، وخاصة عنتر يحيى، هل عنتر يحيى سوف يخلف زتشي على رأس الفاف؟ شو نسبة ماهيش نسبة كبيرة، هي النسبة الكبيرة وليد صادي. عنتر يحيى راه ولد الجزائر فانيك، ونفتخرو به ومن أحسن لاعبين اللي مروا على الفريق الوطني. فانيك ما ننساوش مسير راه يقرا التسيير، ان شاء الله بربي يكون ناجح، خاطر راه يخدم في الفريق وراه يقرا ناس اللي تخدم وتقرا. نسبه كبيره وليد صادي رقم واحد قدام وليد صادي. وهنا لكن الناس ما يبغوش يهضروها بصح حنا نهضروها، سيد الحاج محمد راوره وراه حط 3 بالك قرباج جبد، بصح راه باقي وليد صادي وباقي عنتر يحيى، خاطش الحاج باش يخدم ما يخدمش مع حد، ما يخدمش معاه. باش نقول لكم عنتر يحيى ما نقولو حنايا، كاين وليد صادي وكاين عنتر يحيى، هي عنتر يحيى بالنسبة ماشي نسبة كبيرة، خاطش عليه اتصلوا به باش نهضروا الصح، نقول لكم الصح، اتصلوا به هو اتصلوا به سيلة، هادو ناس ما يبغوش كيما واحد كيما عنتر يحيى ما يبغيش يحرق المراحل، كاين اللي ما يبغيش يحرق المراحل، ماشي مزداد بالخو يعطيك هكا كيما ماجر ميجا هكا بالخب بغا يركب فوق، لا ما يحرقوش المراحل، راه يقرا راه يخدم، خاطش عرض عليه زتشي تالمو هادو الناس يحوسوا بغاو يحوسوا غير هكا كاشي ما يسلكوا رسالهم، عيطوا له باش يخدم مساعد تاع ماجر، قال لهم لا، قال لهم انا ما نخدمش مساعد، قال لهم انا مسير
قال لهم انا مسير. وين عنتر يحيى وكاين والي تصادي عنتر يحيى، اسماء مثاليه لخلافه خير الدين زكي على راس العارضه الفن العارضه تاع الاتحاديه الجزائريه، وين معارضين عليه وكلش. بصح يعني قضيه تاع وقت برك، وحسب بعض التقارير التي اكدت بان من يكون وراء خلافه خير الدين زكي في الفاف لن يبعد حد كل هذا وين نقولوا حنايا. كاين دراسات بنادم كي نهضروا على وليد صادي، وليد صادي معروف ويعرف رؤساء الاتحاديات الافريقيه، يعرف حامد احمد، حامد احمد يعرف وليد صادي، وليد صادي يتلقى دعم كبير من طرف ناس اللي كونوهم، يتلقى دعم كبير من طرف، مساعده كبيره حتى نحسبوا باللي الحاج هو اللي راه يخدم. انا لازم قلنا لكم والحمد لله يا ربي. انا تما نقول لكم حاجه، نقول لكم اللي الصحافه داسين، تراكم كنا بكري نهضروا على هذه الصحافه، هذه الصحافه تشتكم دروك انتم راكم تعايروا في الصحافه، الشعب كامل يعرف الصحافه. علاش الشعب كامل يعرف الصحافه؟ كنا نهضروا، انا كنت نهضر وكنت نقول لكم يا ودي غادي يجي هذا الوقت وتفيقوا. والذين كل وين كان، وين كان ينشر وليد صادي، وين كان شفنا كيفاش وليد صادي كان ينشط كمناجر المنتخب الوطني الجزائري، بينما يعتبر عنتر يحيى مناجر لنادي لوريو الفرنسي الذي لعب معه، يلعب معه كريم زياني. فهل رحيل زتشي اقترب؟ انا نقول اقترب، خاطش على انسان راحات الاستقاله تاعو، وراهم مجمدين له المهام تاعو، راهم مجمدين له المهام تاعو. كاين اللي يقول لك كيفاش الوزاره الداخليه ولا وزاره، يا ودي كلش ما راكم غالطين. باش تقول لي، تجي تقول لي بلي يا ودي الجمعيه العامه تحكم ولا ما كاش، ما كان جمعيه عامه. انا واحد شفت واحد حبيبنا يعيط لي يقول لي اهدر على اللعابه اللي ما عيطلهم زاتشي في لي زيكيب. انا ما نهدرش، لو كان جاو هذو لي بريزيدون رجاله هما يخرجوا يهضروا الاعلام باللي عندنا لعابه وزاتشي راه حاقرنا، فهمنا. انا كيما نقولوا حنايا هاد الناس ماذا بيا انا نشوف، عنتر يحيى ونشوف وليد صادي في زوج، خاطش علاه وليد صادي يعرف عنتر يحيى، عنتر يحيى يعرف وليد صادي، يعني تجي المعامله التكوين يجي العمل يمشي، خاطش علاه احترافيه. وشكون اللي داروا احترافيه؟ وليد صادي داها من عند الحاج يخدم احترافيه، وكيسموه وعنتر يحيى تربى في وسط الاحتراف يخدم احترافيه. حنايا سمحوا لنا بالك خرجنا الموضوع، نعاودوا نولوا لي بريزيدون. لو كان جاو رجاله لي بريزيدو تاع لي زيكيب، لو كان جاو رجاله هما يخرجوا يهضروا باللي زاتشي ما داش من عندنا، هما اللي هما الجوار كيفاش ما داش كيفاش. انك تعيا تهضر علي، ما نهضرش على لي بريزيدون، انا ما ندافعش على لي بريزيدون. لي بريزيدون كاع راهم مع زاتشي وكاع باغيين زاتشي يقعد، خاطش والفو الدراهم، والفو الدراهم تاع الراحه. على ذيك انا من امنش فيهم، ما ندافعش عليهم. كنا ندافعوا عليهم كانوا صبنا رجاله، بصح ما كاش راجل فيهم، هذو كاع ديوت. ها باش نقولها لكم مليح، خاطر ما كاش راجل فيهم. وانا نار نقولوا بلي نشوفوا بنسبه كبيره جدا رئيس اتحاديه غادي يكون وليد صادي، خاطر عليه وليد صادي تكون احسن تكوين عند مسير كبير، عند مسير اللي عطاه بزاف الجزائر، وهو السيد الحاج محمد راوراوا مهندس الكاليفيكاسيون، زوج تاع لي كاليفيكاسيون كوب دي موند. لازم نروحوا القطر، لازم يكونوا رجال مع بالماضي، خاطر الا ما كانوش رجال مع بالماضي والله العظيم ونجيبوا ليكيب
تاع البرازيل ونخرج يخرجونا بريميتول. الى قعد هذا زاتشي وقعد جماعته راه بهلول راح مع النساء تعاقب، راح ما نسى اول مره خرج مثل الجزائر تعاقب. هذو تاع تبهديله، هذو ما تقراش منهم الخير ولا تقارع، هذو قارع منهم الفضائح. وقلنا لكم الحمد لله يا ربي ورانا فيها، رانا نشوفوا قلت لكم نهار في مارس لو 20 مارس 2017 قلت لكم من اليوم وروح قارعوا كل يوم مهزله، ميت نوضوا تحلوا عينيكم مهزله، حتى رانا نشوفوا المهازل حيه هكا قدامنا، ماشي هبال راه ماشي قضيه هبال. بريزيدو ينضرب رئيس اتحاديه مكاش، وين راه حاكم مدان، وين راه مد الناس، والله مو كيحبسوهم، حبسوهم ما تعطوهمش دراهم، حبسوهم ما تعطوش دراهم، خاطش لا ماهمش يخدموا. وين راه حاكم مدان، وين راه زتشي، وين راه بهلول، وين راه الناس، وين راهم مكاش كاع، شكون اللي راه يشوف فيهم يقولنا بالك حنا رانا عاميين مشانا نشوف. هذه اللي نقولها لكم حنايا مع الاخر، نتمناو ان شاء الله بربي يشوفوا الناس اللي عندهم كفاءه كبيره. وعاد كيما ولي التصعيد مع 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 عنتر يحيى فيها النجاحات ان شاء الله بربي، ويكون الراس المدبر وهو السيد الحاج محمد رورو. تحيه الجزائر.